طيب عندي شو انواع اللوسز؟ اول نوع من انواع اللوسز راح يكون في عندنا كوبر لوسز. لما بنقول كوبر لوسز حتى لو الاسلاك مش معموله من كوبر، عن ايش بنحكي؟ عم نحكي عن اللوسز اللي بتمشي في ريزيستر سواء كان الومنيوم او نحاس وعماله بيعمل اي سكوير ار لوس. اوكي، فهي راح تصير في دائرتين، راح تصير في دائره الارمشر، راح تصير في دائره الفيلد. فهي راح تكون اي فيلد سكوير ار فيلد، وهي راح تكون اي اي سكوير ار. وتنتين وحدتهم واتس. نعم، ممكن تفصل لنا بس التورك والفولت انديوس على المثال اللي قبل؟ كيف قصدك يعني؟ انه كيف في دروب بصير؟ الفولتج دروبس. طيب بالفولتج اول شيء هلا رح نهمل احنا الاندكتر، رح عم نشتغل على ستيدي ستيت كونديشن. رح يصير عندي هلا هون اذا كانه هذا محرك، رح يكون عندي هون في بي مضبوط، راح يمر كارنت بهذا الاتجاه، راح يصير في عندي ار اي، وهذه هون اي اي، ار اي الفولتج دروب. بعدين عندنا هلا هون هذه، هاي بقدرش افصلها اكثر من اني احط لك جنبها كي فاي في اوميجا. مش هاي قصدها. كيف الرسمه اللي رسمناها انه 4 اي بعدين 2 اي، 4 اي 2 اي، هاي كيف بتصير بالسته؟ حاله 12 بس راح تصير الشغله، يعني بدنا نعرف انه لاب وايندنج ولا ويف وايندنج، بنعرف كثير تفاصيل. انا بحاول اتجنبه لانه ما ضلش عندي وقت، احنا يعني لازم نخلص الدي سي موتورز الاحد حتى نبدا في الاندكشن وسينكروس، ما ضل عندنا غير ثلاث اسابيع. هلا لو انه كورس ثلاث ساعات وثلاث ساعات كان تدخل بالتفصيل بالرسم، نرسم الرسمه بالضبط ونشوف. بس انت قارن بالماشينز البسيطه اللي عملناها الاربعه 2 اي و2 اي بالكوميتيتر سيجمنتس الاربعه. وفي امثله في الكتاب، في امثله بالكتاب تفصيليه اكثر. هلا صار عندي اي اي سكوير ار اي واي اف سكوير ار اف، هذول هم الكوبر لوسز اللي بصيروا عندي في الاسلاك. النوع الثاني عندنا طبعا كور لوسز، والكور لوسز قلنا بشكل رئيسي تتذكروا ايش رمزنا للمقاومه اللي مثلناها في الترانسفورمر ار سي، ار سي مش هيك؟ فكور لوسز راح يكون عندي هون ادي كارنت لوسز وهيستريسيس لوسز. هلا انا لما بفكر بالهيستريسيس لوسز الاي فيلد كونستانت، فإذا الاي فيلد كونستنت معناها انا واقف على نقطة معينة، معناها انا ما عم بغير الفاي وما عم بغير مش زي اي سي ماشين مضبوط. نظريا المفروض هيستريسيس لوسز تكون فيري لو، اللي موجودة هي أكثر الايدي كارنت لوسز. فالايدي كارنت لوسز بتتناسب سكوير اوف ذا فلكس، بتتناسب مع مربع بي سكوير. بس هذه بشكل عام هي الايدي كارنت لوسز اللي هي سائده اكثر، راح يكون في عندي ممكن هيستريسيس لوسز صار في تغير، لكن هيستريسيس لوسز اكثر في الاي سي ماشينز لانه الكارنت عماله بضل بتزيد قيمته، بترد بتنزل بعكس اتجاهه بترد بتزيد قيمته وهكذا. الاريا تبعت الهيستريسيس كيرف تعطيني اللوسز بير انرجي، بير الانرجي دنسيتي بير سايكل. عندنا ميكانيكال لوسز، والميكانيكال لوسز نوعين، عندنا فريكشن وينج. وينج هي نوع من انواع مقاومه الهواء، بس ما اظنش انها بهالبساطه، يعني هي عاده بتتربع بتتناسب مع التورك بتتناسب مع مربع السرعه، واللوس بتتناسب مع مكعب السرعه زي نوع من الدرايف. وستري لوسز اخر شيء، ستري لوسز عاده هي اللوسز اللي ما بقدر اعملها كلاسيفيكيشن باي وحده من هذول. ستري لوسز هاي النوع الرابع من اللوسز. هلا هذا الكتاب كتاب تشابمان دائما من اول طبعه لحد الان دائما بحرص انه يحط لكل محرك يحط له دايجرام بيمثل اللوسز. باخذ الانرجي هون وبصير ياخذ منها جزء جزء. فعندي لو كان هذا موتور راح يروح لنا في البدايه اي سكوير ار لوسز ومعها الفيلد لوسز اللي كانها موجوده، فراح يضل جزء من هون. بعدين عندنا هون عندي كور لوسز
ميكانيكال لوسز هلا الخط هو حاطه ممكن ينحط هون ممكن ينحط هون هذه عندي هون converted power EAI فهذه هون صار عندي هاي الباور اللي available power هل هو بالكتاب حاططها هون انا الصحيح بعتقد الاصح تنحط هون عندي صار هون خلصت من الالكتريكال لوسز تحولت الالكتريكال لميكانيكال فصار عندي باور converted وهاي تساوي تاو induced في اوميجا بعدين بيجي عندي ميكانيكال لوسز واخر شيء ستري لوسز هون هذه اذا بدك سميها اي افيلبل لليوزر تمام افيلبل ات ذا شافت تاو افيلبل او تاو موجوده على الميكانيكال شافت اللي ضل منها بعد ما قلنا منها الميكانيكال لوسز اليوزر ما بيقدر يستفيد من تاو اللي موجوده هون يستفيد من تاو اللي موجوده هون هلا احنا لما نيجي تشتري المحرك ايش اللي المفروض يعطيك اياه عن ايش المفروض يحكي لك ايش اللي ببيعك اياه افيلبل وما بصير يجي يقول لك الانبوت هون هون عندي في بي اذا بدنا نسميها في اي اي هاي هون عندي الباور الانبوت باور هاي هون الاوتبوت باور الافشنسي طبعا راح تصير اوتبوت تاو افيلبل اوميجا على في بي اي اوكي المفروض لما تروح تشتري اي محرك او اي جنريتر إذا كانه محرك إيش المفروض اللي أعلنه عن هذا المحرك؟ لما بقول إنه هذا المحرك 15 كيلو وات عن إيش بحكي؟ وإذا كانه جنريتر عن إيش بحكي؟ عن الأوتبوت إلكتريكال باور. الإفشنسي تبعت السيستم إذا كان محرك أو جنريتر راح تكون هذا الجزء مقسوم على هذا الجزء.